شكرا دكتور، تعبتك معايا قوي. لا ابدا ما تشكرنيش، ده انا جاي اعجل بميعادك يا حاج، وفي ايدي الحقك لو هودت معانا شويه. ايوه خليك عاقل واشتري عمرك، هو سؤال واحد، الحاجه اللي تخص الرئيس مسعد مكانها فين؟ ما عمري بين ايدين ربنا، وبعدين هو انا لو قلت لك على مكان الحاجه هتسيبوني؟ نعرفك كويس اوي يا جدع، انت ما تبقاش حمار.